النهاردة المحكمة يا جماعة ستنظر، محكمة مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس النهاردة هتنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من لاعب النادي الأهلي حسين الشحات على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في واقعة اتهامه بالاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي. الجلسة اللي فاتت اتحجزت القضية للحكم، النهاردة النطق بالحكم. خلي بالك النطق بالحكم، والدنيا كلها مستنية النطق بالحكم، لأن الحكم كان إيه؟ كان معاقبة حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، يعني كأنها ملهاش لازمة، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ. واستأنف فريق الدفاع برئاسة المستشار أشرف عبد العزيز، وطبعا معهم الأستاذ محمد رشوان، وقالوا لو تتذكروا إن حسين الشحات لم يرتكب خطأ من تلقاء نفسه، وإنما صدرت منه ما صدر نتيجة لاستفزاز المجني عليه تجاه الجمهور واللاعب والنادي الأهلي من سباب واستفزاز لهم طوال المباراة داخل الملعب وبعد المباراة خارج الملعب. وده الكلام اللي مكتوب في الاستئناف، وان مباراة الاهلي وبيراميدز يجب احالتها للمادة 84 من قانون الرياضة التي تنص على ان كل الافعال التي تتم على المستطيل الاخضر هي افعال رياضية تخص قانون الرياضة طالما لم يستخدم بها آلة حادة. وقال الاستئناف والمحامي بتاع حسين الشحات ان عندهم شهود تنفي الواقعة، ومنهم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وقفشة والكابتن محمود مدير اداري بنادي بيراميدز. وقال ان هو عايز يجيب محمود اداري بيراميدز ده للشهادة بعد ان ارتكب المجني عليه وقائع الاستفزاز ضد جمهور الاهلي واللاعب، لان الراجل ده يأكد انه اللاعب راح اعتذر لدكة الجهاز الفني الاداري، محمود ده راح اعتذر لدكة البدلاء بتاعت النادي الاهلي وقت الواقعة وقال لهم حقكوا عليا، مما يثبت اني الشيبي كان بيستفز اللاعب والجمهور. وقالوا في الاستئناف ان لولا الفعل اللي ارتكب من لاعب بيراميدز واستفزازه ما ذهب محمود الاداري وقدم الاعتذار للدكة ولمجلس الادارة. وقال ان التقارير الفنية بتاعت المباراة لاستئناف الشحات لم تأتي بان اللاعب حسين الشحات سب الدين في الملعب، لكن الناس لما اتكلمت على السوشيال ميديا قالت حسين سب الدين على الشيبي وده أثر على نفسيته، عشان كده قدم الدعوة ضد حسين الشحات، لكن حسين الشحات ما سبك بالدين، هم كتبوا كده في الاستئناف. وإن الحكم بحبس حسين الشحات سنة مع الإيقاف وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ ظلم للاعب، واني لازم او طلباتهم الغاء هذا الحكم ورفض الدعوة واحالتها الى المحكمة الدستورية العليا
للفصل في دستورية المادة 34 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017. كل اللي تقدم ده خلت المحكمة تحجز القضية للحكم النهاردة الثلاث مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، حجزتها للحكم والكل ينتظر النطق بالحكم. الكل بينتظر النطق بالحكم في قضية الشيبي والسيد حسين الشحات. الأمور بتغلي في الموضوع ده يا جماعة، الأمور بتغلي.